أبرز الحلول المطروحة لإعادة تأهيل المعامل الخاصة بالصناعات التراثية أو على أقل تقدير حماية ما تبقى منها، الدعم الحكومي فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية وإعادة افتتاح بعض المعامل الخاصة بإنتاج المواد الخام لتلك المنتوجات، إلى جانب تشجيع سكان القرى ماديا ومعنويا للغرض ذاته. الحكومة بإمكانها أن يدعم الأماكن مال الحرف، مثلا هذا معمل سجاد السليمانية أو معامل سجاد بمناطق أخرى أو ورشات عمل من قبل الأشخاص، أو يدعم الأشخاص وينطيهم سلفة حتى يعملون ويشجعون على هذا، ولكن هذا ماكو. لازم الدولة شو تسوي؟ تشجع المنتوج الوطني، وبنفس الوقت تشجع الناس اللي تشتغل بالحرف اليدوية حتى تحث العالم تشتري مقتنيات، يعني هاي الجديدة. ما كل احنا نقول الحرفيين مثلا ابو الفخار، ابو البسط، ابو الاكليم، اللي نساجين، هذول الشغل يدوي اللي حيكون يدوي، هاي تشجعها، لازم الحكومة تشجعهم. إيجاد سوق رائج لتلك المنتوجات وتعريفها بالعالم أيضا من الحلول المطروحة لحماية الصناعات التراثية والحرف الشعبية الكردية من الاندثار. ذلك يحتاج إلى تبني حكومي من خلال مؤسساتها المعنية بهذا الشأن. أغلب سلعنا التراثية القديمة ذهبت إلى إيران وتركيا وبأسعار متدنية، وكان يفترض حمايتها كونها تشكل جزءا من ثقافتنا وتراثنا. الآن معاملهم تستنسخ نسخا منها وتعيدها إلينا، بينما كان المفروض نحن من نقوم بذلك، وهذه مسؤولية الدولة لتنظيم تلك الأعمال بقانون. المعروف أن الصناعات التراثية والحرف الشعبية تحتاج إلى الشهرة والترويج من خلال تنظيم معارض خاصة بهذا الشأن، فضلا عن المشاركة بها في المعارض الدولية، إلى جانب الترويج الإعلامي بلغات أجنبية. ويبدو أن كل هذه الأمور لم تحصل إلى الآن كما ينبغي حسب المتخصصين في مجال التراث والأنتيكات. أنا أريد من الحكومة دعم هذا القطاع، دعم الحرف اليدوية، وفتح معامل، وفتح معارض، وفتح متاحف للحرف اليدوية. مثل أنا ما شفت بعض البلدان أكو متاحف مع الحرف اليدوية، تشوف مثلا الحايق قاعد على الجومة مالته ويشتغل، وعليه هيكل، يعني هيكل مسوي مثل الحايق، هيش حركة عنده، خل يكون كل الشغلات هذه وكل الأعمال اليدوية خل يكون إلى جناح بالش اسمه بالمعرض أو بالمتحف. يمكن أيضا الترويج لهذه الصناعات من بوابة السياحة من خلال تشجيع المجامع السياحية لزيارة ما تبقى من معامل المنتوجات التراثية ومحلات الحرف الشعبية، فضلا عن إضافتها إلى دليل المعالم السياحية وتدشين قاعات خاصة في المطارات لعرض المواد التراثية المحلية الصنع فيها بغية اطلاع السياح والمسافرين عليها. بلا عربة كان زوردين اشتمالي ذكرن إخواننا العرب من المحافظات العراقية الأخرى عادة يرغبون بشراء المواد الفخارية الحديثة، والأجانب يفتشون عن القديم ويسألون عن قاعات وجاليريهات خاصة بالمواد التراثية الكردية حصرا. بصراحة كلما زادت نسبة السياح تزيد مبيعاتنا، ومن خلال بعضهم نتبادل السلع القديمة أيضا. السائح من يجي يشتري مواد تراثية مال البلد، إذا ماكو رأساً بس يشوف مناظر ويروح مصايف ويجي ويروح، شو شفت بالسليمانية؟ والله ما شفت مراكز تراثية مع شديد الأسف. قد يكون هناك دعم من قبل بعض المنظمات المعنية بالتراث والحرف الشعبية المحلية أو الدولية، أو من قبل بعض القنصليات والبعثات الدولية التي تتخذ من مدينة أربيل مقراً لها في إطار حملات تشجيعية، إلا أنها غير كافية لإنقاذ ما تبقى من الصناعات التراثية والحرف الشعبية الكردية. أريد حكومة يعني يتعاون كل معامل مال السجاد، ويفتح كم معامل هنا بالكردستان، وبعدين أكو عندنا حلبجة،
حلبجة قريب على إيران وخبيرون هناك يعني يفتحون معمل حلبجة ومنطقة شومان قلالة بالكياتي هناك يعني كلها قريب على الحدود الإيران هذا يستفيدون من هذا. ينبغي دعم هذه الحرف اليدوية والصناعات التراثية لحمايتها من الاندثار، ويفترض أيضا تأهيل حرفيين آخرين لكي يحلوا محلنا، فهذه أعمال يدوية وليست تكنولوجيا نستوردها.